هو طبعا احنا اولا احنا بنرفض رفضا قاطعا الاساءه لاي مهنه في مصر، وخاصه مهنه الفلاحه، لان هي اللي تعنينا السخريه من اللهجه الفلاحي او تمثيل الفلاحين بشكل غير مشرف، احنا نرفضه رفضا قاطعا، وسنقاضي اي عمل فني يهاجم الفلاحين او يتنمر عليهم. القانون المصري نفسه بيحمي حقوق الفلاح والمهن الاخرى من التنمر والاساءه ليهم. العمل طبعا مملوء بالاساءه للهجه الفلاحي، وبيصور ابناء الفلاحين على انهم عبيد بيشتغلوا في البيوت، وده مرفوض رفضا قاطعا لان الفلاحين اكثر من نص الشعب المصري. احنا طبعا ابلغنا اللجنه القانونيه بالنقابه لدراسه العمل والرد القانوني المناسب، وطلبنا القائمين على العمل بالاعتذار والتوضيح اللي حصل في الحلقات دي للراي العام، حتى لا تحدث فتنه، ولان احنا شايفين الموضوع ده بشكل عنصرية غير مقبولة وتنمر من أكبر فئات الشعب المصري وهي فئات الفلاحين.